ويركب له عربية بسبب الدين وما بنخليه. مش الله دانا لسان بنقطعه في راسك، الصوم نخليه. دار تلعب على الدين، ألعب في الدنيا دي زي ما داير، لكن والله تبرطع في الدين ده بإذن الله وبحول الله، ما بحولنا وبقوة الله عز وجل، نوريك شغل نظيف ومظبوط لما تتكيف ذات. يا مجرم يا مسافل، تلعب الدين يا أخي في التلفزيون، في التلفزيون بيجيبوا النازل ببرطعوا يا أخي. من كرامات أبويا الشيخ الكباشي إنه شغال للشيكون فيكون قناة النيل الأزرق، قناة النيل الأزرق، قناة أم درمان بتاع حسين خوجة، حسين خوجة لذاته جايب لي شفاتة من الصوفية ثلاثة تقريبا، ثلاثة أشخاص قاعدين، قال عنوان الحلقة الليلة يا إخواننا بيعمل كده طبعا، الليلة الليلة إنه عن عن قصيدة الاستغاثة، قصيدة الاستغاثة معاه ثلاثة صوفية. موضوعكم شنو أنتوا يا صوفية؟ قالوا عندنا قصيدة بتاعت الاستغاثة بالشيخ بالفقراء. حسين خوجة قال لهم ابدوا بدوا يا الله، قال ايوه بدينا بالله، قال كده، قال بدينا بالله. بعد ده قال يا فلان يا علان يا فلان يا فرتكان من شيوخ الصوفية. حسين خوجل قال عشان ما يقولوا هنا بدينا بالله، خد الشرك ذاته يا خوجلي، الشرك انك تشرك مع الله غيره، خد الشرك ذاته. يعني اذا سئلت عن تعريف الشرك العمل الحاصل تقول برنامج حسين خوجل ده هو الحاصل. إذا كانوا أهل الشرك والبدع والكفر والزندقة واضحين، نحن ليه ما نكون واضحين؟ يا ناس ليه ما نكون واضحين؟ إذا كان ما بيستحوا من الشرك، هيا أبو التويو وحامد بعصويو زينوا الحصويو ومراد كلايو، واضح يسميه على الكلب ولا الحمار ولا الضبان. نحن ليه ما نكون واضحين أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت واضح للناس؟ ودي والله دعوة الحق، ما بنعرف دعوة غير حق والله أبدا. مش نحن الوحيدين على الحق، أفهم الكلمتين، في ناس غيرنا منتهجين الدعوة دي ذاتها على حق وقد يخشوا الجنة ونحن نكون مرائين، ده كله حاصل ممكن يكون يعني وارد. أنا ما بتكلم عن نحن، بتكلم عن الدعوة، الدعوة الدعوة التي نحملها دي دعوة الحق. دعوة غير تاني مضادة لها ما دعوة حق. أي زول ما عجب الكلام ده يقوم يورينا إنه دعوته ده دعوة حق، كيف وهي ما منبني على التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من الصوفية دعاة الشرك ودعاة الكفر ودعاة الإلحاد ودعاة الزندقة ودعاة البدع وأكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. تعرف الآية دي معناتها شنو؟ ابن كثير والبغوي وغيرهم قالوا دي قبيلة من القبائل كانوا عاملين حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان رضي الله عنه الوقت ده كان مشرك، جاب لهم أكل، الأكل الواحد ده نعم أكلهم، فصدوا عن سبيل الله. أي زول ده يسلم بتفرطه ولا ما يسلم؟ ليه؟ أكلوا أكل الواحد ده، زلابية سميه، طحنية سميه، المهم أكلوا أكل في زمنهم ذاك، أكلوا نكروا الدين تب. شفت كيف؟ وفي ناس زي ديل هسه، في ناس زي ديل، واحد يمشي يكون قرا في المدينة وحضر بكالوريوس وماجستير، ده 4 سنة وده 4 سنة ودكتوراه هناك 5 سنة، دي كم؟ 4 زائد 5 كم؟ 13 سنة ولا كم دي؟ 8 زائد 5 13 سنة. يجي من هناك أخو مسلم ويجي من هناك يحارب دعوة التوحيد